نوعا ما، وما بينه وما بين حتى شرق آسيا مثل كوريا واليابان. هنا بتلعب الكرة إلى تلحق، الله، وجول الاتفاق، جول للاتفاق، وهاتريك، هاتريك لسيباستيان، هاتريك لسيباستيان يسجل الهدف الثالث. إذا من هذا اللاعب الأرجنتيني الذي خلص هداف خطير الحقيقة، هداف الفريق في الدوري في هذا الموسم، سجل 9 أهداف مناصفة مع يوسف السالم، وهو الهداف في الآسيوية ب3 أهداف الآن، 6 أهداف يكون هداف كأس الاتحاد الآسيوي. شوف شوف الرأسية، شوف الرقابة الغير سليمة من صباح محمد إبراهيم اللي كان قريب منه.